هاي ناخذوا الكنتينه. هاي منين انت؟ انا من جبليانه. انت من جبليانه؟ كيفاش بديت المشروع وكيفاش دخلت في مساله التمويل هذا؟ عملت فورماسيون على الاكسسوار، عجبتني، عملت على فورماسيون، ومن بعد دوما كملت الفورماسيون تاعي، جات حكايه افي شاركت فيها والحمد لله يا ربي اختاروني. دورات الكل حضرتهم. عملكم دورة تكوينية بالنسبة للأفير، فيش عملكم دورة تكوينية؟ في التمويل، في الثقة، ثقة في روحك، ثقة في البروجي، كيفاش تتعمل على روحك، كيفاش تدخر تأمين، في برشا حاجات الحمد لله يا رب. معناتها زدنا معناتها تقوينا، زدنا. وين عملتوا الفورماسيون؟ غادي في جبليانة ولا تهبط أنا سوق؟ لا، عملت فورماسيون الأولى في جبليانة، وبعد حولت هناك، عملت سي في في شو اسمه في باب بحالنا مع سي فوزي ومدام رحمه 20 يوم درتهم دوراتي الكل حضرتهم. وبعد ما بعد ما السي في عملت هذايا هما عملوا التمويل، عطاوك تمويل، عطاوك فلوس ولا شراوا لك سلعه؟ خذيت ماتريال. ماتريال، شريت ماتريال؟ خذيت ماتريال المواد الاوليه الكل، وخذيت ماتريال نتاع حانوت باش نجم نحل. باش تبيع؟ معناها باش تعمل اكسبوزيسيون ولا باش تصنع؟ ديكور نتاع حانوت. ديكور. وين عملتوا الحانوته؟ جبليانه؟ حاليا مزلت في الدار. نخدم في الدار، ناقصه تمويل معناتها باش نجم. عطاوك كان ترونش الاولى التمويل ياسر جي، قداش عطاوك فلوس؟ 4 ملايين. 4 ملايين، 4 ملايين من 500، هو البروجي في حدود 5 ملايين هكا. 5 ملايين 6 ملايين باش نجم تحل. باش تنجم تحل انت الحانوت. نخدم بالكدا. وماشي الحال تو تبيع ولا في الوقت؟ والله الحمد لله هكا. لا لا قول الحق ما يسالش، قول هكا نبطل. والله الحمد لله. بيعي ما تبيعش. خاطر الحمد لله هذه مشكله في البيع، هذا مش الحمد لله، ثم هي تبيع ما تبيعش. الحق معناتها واحد يتعرف كان بالحانوت نتاعو تو كي تهبط. انت تعرف الحانوت وفي الانترنت ما تبيعش في الانترنت. اي كلمه تعرف فهمت، اما كي تكون انت بعيد على البلاصه الاخباريه ما يجوكش الدار فهمت، يقول لك وين البروجي نتاعك، تقول لها راني في الدار وانا في منطقه ريفيه. معناتها الاخباريه ما يجوكش فهمت. لو انا مثلا نحب نحل في جبنيانه، جبنيانه يجوهم من كل بلاصه. في جبنيانه هي تحل في جبنيانه خارق العاده. نجم نخدم فهمت، اي واحده تقولها اللوكال نتاعك وين باش تهبط لك، انا من العامره ولا من جبنيانه. اما بتقولها انت انا حاله في الدار وانت تخدم كيما هكا، الله هو مش تشارك مع فهمت. لا ما ولا تشارك في المعرض حتى لك، انت باش تخدم على الانترنت مش كيف الواحد. لا مش كيف كيف ان شاء الله نكملوا نوصلوا للهدف اللي حاجتنا فيه ان شاء الله. يعطيك الصحه. اش عندك انت؟ صباح الخير. عندي البرودوي التقليديه كيما الرب، كيما البسيس، كيما الجرانيلا توا ولاو ديما نستهلكو فيها، خاصة سواء الشباب ولا الصغيرات. عندي الحلو العربي ولا مشروعي كامل يعني. معنى كيف كيف تخليت على فير هكا؟ ولا بديت من قبل تخدم؟ من 2005 وكي جا الافير جاتني فرصة شاركت فيها. شاركت؟ اي شاركت، عرفت بخدمتي
تو سمار شبيع اي عبر الانترنت ولا عندي كريونات الحمد لله كل شويه كريونات شويه انترنت معنا هذا دونك البرودوي تاعك اللي تخدم ياسر على كل ما هو تقليدي عندي الرب عندي البسيس عندي الرب وبسيس وشويه حلو عندي الحلو العربي بون احنا توا شتاء عندي الحلو العربي في الصيف ولا في المناسبات اللي عندي في وبالنسبه ليك انت ثار اضاف لك زاد لك طورت قدمت والله شجعني شجعك وكهو معنا شضاف لك في حياتك في تاريخك المهني والله فما دي فورماسيون يعطيهم الصحه قدموا لنا في اختصاص انه تعلم كيفاش تبيع دومين التجارة ككل وعرفت ناس زادة محليهم عاودنا جددنا نشاطنا بما اني انا بنت الاتحاد عاود جددت نشاطي مع افير لي فورماسيون وتقابل معاكم وتقابل مع تشوف الناس معنا فهمت هذيك الكل حاجة سمحة بالنسبة لي انا فهمت كي نعاود نتقابل انا ونجدد نشاطي مع العباد يعطيكم الصحة وانتي حلوة منين انتي؟ من قرقنا كيف كيف خدمت على حلول العربي هكا انت كنت حاله من الاول ولا انت بديت مع افير لا انا نخدم قبل افير وافير كبرت مشروعي كبرت معاهم انت وسبا ماشي الحال لا ماشي لاباس نبيع في الانترنت ونبيع الحوانت تبيع هذيك الساعه شويه تريزي كيف كيف انت مرحبا خدمتي مفريزة القرقنية بديتي بديت قبل أفير هك بعام ولا بعامين وبعدين جيت أفير دعمتنا وأحاطتنا أنا تحس قدمت شوية مع أفير ملا قدمت برشا مش شوية عملنا دي فورماسيون تعلمنا الماركتينج تعلمنا التعامل مع الانترنت كيف الأمور الاقتصادية تستحفظ على أمورك المالية تعرفنا على العباد الحمد لله تحس بروحك تطورت شوية اي الحمد لله شكرا اي صباح الخير صباح الخير ليك البروجي ولا يلسي انت دو بروجي في البروجي ولا كل واحد وحده ما بعدنا زعما بعضكم شو عاملين شراكه ولا تخدموا بعضكم في نفس الغرض ولا كان في الاكسبوزيشن كنتوا تعاونوا بعضكم دونك كيفاش بدا البروجي بديتوه من الاول انتوما مع افير ولا كنتوا تخدموا قبل في الدومين عندي 15 سنه في الميدان نتاع الحلو قعدت في الاول عندي في الميدان نتاع الحلو عملت فورماسيون عندنا فورماسيون نطور في البنات معناتها ملي تجي بني انا نعلم في البنات عامله مدرسه تعلم في البيت نقبل في نخدم في جمعيه في سنتر خاص تخدم في جمعيه تعمل شويه حلو في المكان ايوا مع البروجي شو اللي بتبدل فيك شو اللي طور فيك شو اللي تغير شو اضاف لك البروجي اضاف لي انه سهل لي خاطرني طلبت الحقيقه عندي فول وعندي ماتريال طلبت ماكينه نتاع لوز نطرح اللوز قبل ما نجيب نتنقلوا للصفاقس نبدا عندنا اللوز غادي نتعب الكل ما نبداوش نرحيوه معناها نخسر ترونسبورت 6000 باش نرحي 1500 و 2000 معناها غادي تسهل لي اني خليت الوحده ديما معناها يبقى عندي لوز نحضروا في ساعه البنات انا نكونهم اللي يعرفوني الكل ولا نجيبوا اللوز نرحي لهم يخدموا ترحي غادي المشاكل تبعت نردها حاجه الكل ولا جاو يتعاملوا معايا عملت بروجي هذا يوم تويك حاله في جبليانة ولا هاي هاي يعطيك الصحة هاي مرحبا وانت وبيك أكثر عايشة كيف 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 بتعلو ما عنديش حتى أي حاجة بزارة تعلمت عندها هي علمتني حليت باتسيرين نخدم وقفير عاونتني برشا في الماتريال ونخدم ماشي الحال الحمد لله يعطيك الصحة لا ما تخش حبيت نار علاش هو 145 من 45 يجي على الفرش لا لا شو عنده تابل على طول ذكر وعندك شي منادل كيما هكا لا ما تعمل لي شي
جو باس كومون نعطيك عربو بعد شوية. أما نحب شحال وقفة اللي سمعني قبلها تجربة كيفاش كنت وكيفاش عطينا تيمونياج نتاعك. خاطر هذه إلا شونجي في البيت. كنت محصورة في الدار معناتها نخدم وكاهو فما حوايج هكا نحس نجم نعمل حوايج. أما كنت في الدار يقولوا لا أدري أما مخدمة معايا البنات خرجت وليت نشارك في معارض نحضر دي فورماسيون جيت أفير دعمتنا الحق لقيت روحي معناتها لقيت تشجيع لقيت شكون يقول لي صحيت على خدمتك سي تري بو شكون شكرا من داخل الفينيسيون هذا زاد البروجي نتاع ساك جست ما كملتوش زمان جست باش نتكلم قداش بيع فيه هذاك 100 يا هذه الغرفه برقني هو دوجه كلها موجوده من طلعه قرقني انا غزرت قلت لك هذه برقني اما الرشمه تختلف حتى المناطق تختلف الرشمه من بلاصه لبلاصه كل مره تلقى حاجه جديده هذه حسبت فيها الغرزه كل ما أهي. طبعاً. ذوق لك لوكا ذوق لك لوكا حتى ما تصورش لك لوكا ما تصورش لا ماشي ريسبسيون لا مادام في الواقع عادي في الديجستاسيون شوف مادام الديجستاسيون خلاص فوق عسى مدام مشاركة في المعرض مرحبا مدام الأسماء بسحر يقولي نفسي لباتيخ مع جمعية الرفيق كانت أخوة وسارنا السين أنا مشاركة مع سنتقية عندك فكرة عليها البروجي بتاع كوكريا هي شراكة بين الارتيزان والديزاينر على التيم على الطيارية صمتوا بينها حاجة شراكة بين الارتيزان والديزاينر سيبيا؟ مدام فات الصمت هي اللي هي والله يعطيكم الصحة أما هذا أنا باش ينجح لك بالكداس الحمد لله إن شاء الله حذر ما تخافوش تو نخرجوا المعرض باش نعمل لكم معرض مع ألمانيا مع الألمان خاصة الألمان لم اللي شوية صحيح حضرت زايد مش تمشي لي برا ما قطعة لا أنا ما نحسبش جبت شوية برا لا خاطر ديك لاسمون سيل فو دي فينونسمون بور سا نحكي حضروا باش تنجموا تعملوا في المعرض تولي تهز تخلص الفواياج نتاعك وتتعرف ان شاء الله شكرا أنا بالنسبة لي هذا قرقني هو نستخرجه مرته هو يستخرج كل من نشحم هذا هو يدخل في الرجيم معليش أنت كي تعمل اللكلوكة بالرب راه سي تري بيان بيان شو كي تعملوا نعملوا غوز السكر خلي تعمل هذيك يورانيلا ماشية في الرجيم فما اللي بالشوكولا فما اللي ناكل نبيع من الانترنت يزكم تعملوا هذوما لا تعملوا حوايج نتاع ماكله حتى هون في الدوله في البلاد
يعلمنا سي نازم ولا مدام ابتسام هاتوما مهم جيوا لا لازم تجيو وتوليو نهار لحد تحلو نهار لحد فما ناس تجي فما ناس باسية حلو نهار لحد في 100 متر يولي انمي بيع هذوما